شو شايفتك مستعجل على النقلة ولسه ما جبنا ولا غرض للبيت؟ حبيبي رح ناخد قياس الستاير اليوم وجلايل المطبخ ولسه بدنا نجدد بلاط الحمام. بلش حديث الزواج، حروح البيت. خير ليش تضايقت؟ اليوم صارت معي مشكلة. شو صار؟ بتعرفي رفيقي جنكيز؟ زت الشبك بالمي اليونانية وجات رجاني رجع له الشبك مشان ما يتخانق مع أبوه، وأنا رحت وإجا خفر السواحل وأخذ لي القارب والشبك وكل شي كمان. عم تمزح؟ وما بتقدر ترجعهم مرة تانية؟ قالوا إنه رح يبيعوهم بالمزاد، رح ندفع وناخدهم. كيف يعني حنشتري الأغراض اللي هن ملكنا؟ ما في حل تاني. وفي معك مصاري؟ ما معي غير المصاري اللي كنا بدنا نشتري فيهم الأغراض، وهدول ما بيكفوا كمان. بنبيع الخاتمين. لا ما بيصير، خلاص أنا رح لاقي حل تاني، رح نعيش من وراء هالقارب. بسيطة لا تقلقي، أنا بحل الموضوع والله رح يعيننا. أنا جوعان من يومين ما أكلت، تعالي خلينا ناكل. ليش كل مرة بيصير معي هيك؟ إيش هالحظ هاد؟ حبيتها مثل المجانين وأبوه عقد لي الأمور، ولما أجينا لنتجوز اليونانيين صادروا لي القارب. معقولة؟ ليش هيك بيصير معي دائما؟ وأخي التاني مثل المجنون، ما في حدا غيري بهالعالم، كل المصايب بتوقع فوق راسي. شو بدي لحق لحتى لحق يعني؟ هزال أنا آسف، بس بتعرفي أنا كتير معصب مشان القارب. يعني في عندك مشاكل كتير وما فيني ساعدك بنوب، وما فيني شوفك زعلان. لا تبكي يا روحي، لا تبكي. ليكي أنا بس عصبت شوي لهيك طلع جناني وطلعت اللي جواتي، أنت بتعرفيني. بترجاكي لا تبكي. كنان لازم تكون قوي لحتى أنا كمان كون قوية مثلك. صدقيني أنا قوي كتير، ولو الدنيا كلها وقفت ضدي ما بتأثر طالما أنت معي. بالعرس على هاي الغنية. شو؟ أنو رقصة عرس هاي؟ تركيني بحالي، أنت رقصي لحالك ولا تدخليني، أنا مو تبع هالشغلات، أنت بتعرفيني كتير منيح. ما بصير كنان، لازم نرقص بعرسنا. لك أنا ورقص؟ أنا ما بعرف أرقص، والله لبهدل كل العرس. يعني أنت رقصي لحالك ولا تحرجيني، ما في داعي لكل هالبهدلة، ما هيك؟ أنا ما بعرف أرقص. طيب أنا بعلمك، تعلمت رقصات وحعلمك إياها. ولك صدقيني ما رح تستفيدي شي من تعليمي. يلا أنا بحياتي ما رقصت. قلتلك رح أعلمك، يلا تعا حط إيدك على خصري. هاي سهلة، بحط إيدي على خصرك، شو المشكلة؟ ومد إيدك هيك، مو هيك حبيبي، يعني لا تقسيها كتير، لازم تكون لطيف ومرن معي. قرب علي، امسكني من خصري وقربني لعندك. طيب هاي شوي. مسكتك من خصرك وقربتك، شو كمان؟ وهلأ بننتقل على الرجلين. شو يعني؟ بدك ترقص برجليك كنان. هاي لهون، قربهم لقدام ولورا. طيب ماشي منجرب. يلا تحرك شوي، يلا.
ne dağlar, denizlerin geldi sevene. Bu şarkı kalbimin tek sahibine, ömürlük yarime, gönül eşime. Bahar sensin bana gülüşün cennet, melekler nur saçmış aşkın yüzüne. Yazmasın tek günümü sensiz kadere. Ellerimiz bir, gönüllerimiz bir. Ne dağlar, denizler engeldi sevene. Bu şarkı kalbimin tek sahibine. ما في أخبار؟ لا، عم بستنى. لوين رايحة؟ اتصلوا فيني من الأوتيل. أنا إجازة بس إبرو قال إنه في شي مستعجل. طيب ماشي، بس بتتصلي فيني ها، تمام؟ طيب. كينان، خد هدول. شو هدول؟ مالهم كتار، بس امي كانت مخبية شوية مصاري، خدهم رح يساعدوك. شو هالحكي هازال؟ ما رح اخدهم. حياتي لا تعارض، خود، نحن منرجعهم سوا. يلا لا تعاند، خدهم، نحن لازم نرجع القارب. ما فيني، ما بقدر، مستحيل. اذا كفوا المصاري اللي معي بيكون منيح، واذا ما مشي الحال رح اقول نصيبي. بعدين العم محمود عطاني مصاري حق الشبك، والمصاري اللي معي بيكفوا للقارب ان شاء الله. ما رح اخدهم. هذا كوستاس؟ ألو، نعم. إيه طيب، لكان بشوفك بالمرفق. يسلموا أخي، مع السلامة. قال المزاد رح يبلش بعد ساعة، يلا رح أخذك على جشمة. كنان، إذا ما رجعت القارب فما في داعي تزعل، رح تلاقي شغل غيره. ما بدي اياك تزعل بنوم. هازال، طالما نحن سوا وانتي واقفه جنبي، ما في شي بالدنيا هي كلياتها بيقدر يزعلني. ابدا. انا تاخرت.